تفضل سي كريم. كان تسمح يعني مانيش تدخل في الموضوع معني انت عندك انسجام؟ لا مانيش معني مباشره، لكن اشتغلت شويه على المشاكل هذه. شوف التقييم داخل المدرسه وتقييم المدرسه مهم جدا. احنا مدرسه تقيم الناس الكل، وانا نسال سؤال شكون يقيم المدرسه؟ واحنا يلزمنا نقيموا التعليم نتاعنا. قبل تونس كانت تشارك في تقييم بيزا اللي هو تقييم دولي فيه مقارنه للمنظومه ككل، مش حكايه معناتها كلاسمون برك. احنا في تونس نحكيو، كنا نحكيو كان على ترتيب تونس، نقولوا ترتيب تونس هو الاخر ولا غير ولا قبل الاخر. الترتيب في حد ذاته مش هو المهم، المهم في تقييمات بيزا هو انه فما تحليل كبير وعميق جدا لاشكاليات التربيه والتعليم في البلدان المشاركه. والتقييم هذاك كان يسمح لنا باش نقيموا ليفولوسيون تاع تونس، معناتها كيفاش تونس تطورت ولا ما تطورتش في التعليم نتاعها، ونقارنوا احنا بدول اخرى. وقررنا في تونس ان ما عادش نقيموا روايحنا. وهذا يعني نتساءل علاش وعلاش، اذا كان نحبوا نعرفوا حقيقه المستوى نتاعنا احنا فين، يلزمنا نقارنوا روايحنا بلدان اخرى. ونقارنوا روايحنا احنا زاد، لانه تونس كانت مشاركه بيزا قبل وقت اللي وقفنا ما عناش حتى المقارنه في الوقت. دونك اليوم تتساءل علاش خرجنا من تقييم بيزا ويلزمنا نرجعوا، خاطر تقييم بيزا كما قلت لك مش كان ترتيب. الناس كنت تحكي على ترتيب تقييم بيزا، فيه مثلا يحكي على لو نيفو دي سالير مثلا، لا كيستيون دي زيغاليتي انيغاليتي في وسط المنظومه التربويه اللي هو في تونس ما عندناش دراسات وسورتو ما عندناش دراسات مقارنه في الوقت وفي دون ليسباس معناتها مع بلدان اخرى. ولذا انا متاكد ان نجم يجاوبك خاطر هذا هو اختصاصه. بسيط انا نحب ناكد على حاجه، كونه المنظومه التربويه كلها تحتاج الى اعاده نظر. الامر لا يتعلق فقط بالبرامج وبالتعلمات بمسالك التوجيه وبالزمن المدرسي. باش نعاودوا النظر، لازمنا نقيموا روايحنا. تو نتحدث على التقييم، لازمنا نشوفوا توت ديمونسيون ونقيموا روايحنا ونقارنوا روايحنا. كيفاش باش نبدلوا اذا كان احنا ما عادش نقارنوا روايحنا؟ كيفاش باش نعملوا استراتيجيه اذا كان احنا ما نقارنوش روايحنا بلدان اخرى؟ احنا قررنا باش ما عادش نقارنوا روايحنا.